السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا كوردلس كومبينيشن هامر HR003G. دي مطرقة دوارة بقدر استخدمها في أعمال الطرق والثقب في قوالب الطوب والخرسانة والأحجار، بالإضافة إلى أعمال النحت والتكسير، ويمكن أيضا استخدامها في أعمال الثقب دون طرق في الخشب والمعادن والسيراميك والبلاستيك. قدرة المطرقة اللي معانا النهاردة 40 فولت 4 أمبير. عندنا الساعات بالنسبة للخرسانة 28 ملي، ولو هستخدم الكور بيت فبقدر أخرم عند 54 ملي، ولو هستخدم الدايموند كور بيت فبقدر أصل إلى 65 ملي. عندنا الساعة بالنسبة للحديد 13 ملي، والساعة بالنسبة للخشب 32 ملي. عندنا عدد الطرقات في الدقيقة 5000 طرقة في الدقيقة، وعندنا قوة الطرقة 3.2 جول، تعني سقوط 3 كيلو 200 جرام على الهدف من على مسافة متر. عندنا السرعة بدون حمل 980 لفة في الدقيقة، ووزن الجهاز اللي معانا النهاردة 4 كيلو 600 جرام، وسعر الجهاز حوالي 987 دولار. من ضمن المواصفات الجميلة اللي بتتميز بيها المطرقة اللي معانا النهاردة، عندنا سرعات متغيرة، عندنا فرامل، عندنا اتجاهين، عندنا محدد عزل، عندنا سرعة ثابتة، وعندنا فتحة لخروج الغبار، وعندنا موتور بدون فحمات، وعندنا تكنولوجيا الـ AVT Anti Vibration Technology، تكنولوجيا امتصاص الصدمات، وعندنا الـ XBT Extreme Protection Technology، تكنولوجيا الحماية الفائقة من الأتربة والسوائل، وكمان عندنا إضاءة LED لإنارة منطقة العمل. من ضمن الملحقات اللي بتيجي مع المطرقة اللي معانا النهاردة، عندنا 2 بطارية ليثيوم أيون XGT 40 فولت 4 أمبير، وعندنا شاحن سريع زي ما حضراتكم شايفين، كمان عندنا أنبوبة شحم لتشحيم رأس الريشة قبل وضعها في المطرقة، وعندنا فوطة لتنظيف الجهاز من الأتربة. خلونا بقى نشغل جهازنا كده مع بعض ونشوف. زي ما حضراتكم شايفين ده الجهاز بتاعنا، وعندنا هنا هوك ومن خلاله بقدر أعلق الجهاز بتاعي. عندنا مقبض جانبي، وطبعا تظبط المقبض على حسب عدلة ايدك وتبتدي تربط البرغي ده عليه. عندنا محدد للعمق وبلمسة صغيرة على المفتاح الاخضر ده، وطبعا تقدر تحرك محدد العمق للامام وللخلف. عندنا سرعات متغيرة، ومن خلال الضغط على زناد التشغيل اقدر اتحكم في تغيير السرعة. خلينا نجرب كده مع بعض ونشوف. عندنا سرعة ثابتة، وبقدر اثبت على السرعة اللي انا محتاجها من خلال المفتاح ده. عندك 5 سرعات وتقدر تبدل ما بينهم. عندنا سهولة في تركيب ريشة الحفر. زي ما حضراتكم شايفين الريشة بتاعتنا ركبت بكل بساطة وكل سهولة. عندنا 3 أوضاع للحفر، ده وضع الطرق وبستخدمه في حالة النحت والتقشير والتكسير الخفيف. بعد كده في عندي نقطة زي ما حضراتكم شايفين، وببتدي طبعا أعدل الراس بتاعت الريشة وأعدل اتجاه ريشة التقشير بالشكل ده. بعد كده برجع على وضع الهامر وببتدي اشغل. لو حابب ارجعها زي ما كانت لازم طبعا ارجع بالمقبض بتاعي عند النقطة وابتدي اعدل اتجاه ريشة التقشير بتاعتي. عندنا وضع التخريم مع الطرق، وبستخدمه في حالة التخريم في الخرسانة والقوالب الطوب والجدران. عندنا الوضع بقى رقم 3 اللي هو وضع التخريم الدوران دون طرق، وطبعا بستخدمه في حالة التخريم في الحديد والخشب والمعادن والسيراميك والبلاستيك. Thank you.
فعندنا أداة ممتازة ومضغوطة للغاية وخفيفة الوزن، وعندنا توازن جيد لزيادة قابلية التشغيل. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم إن شاء الله. أشوفكم على خير.